مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. الأحوال الجوية المتوقعة هذا الأسبوع: في بداية الأسبوع أجواء صيفية عادية، درجات الحرارة حول معدلاتها، لكن في المنتصف الثاني من هذا الأسبوع هناك تغيير في درجات الحرارة. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نبدأ بالخرائط الجوية ابتداء من يوم الأحد. يوم الأحد أجواء صيفية معتدلة إلى عادية في النهار، درجات الحرارة تقريبا قريبة من معدلاتها. المناطق الشمالية 33-19، المنطقة الوسطى 29-31 العظمى والصغرى 20، المرتفعات الجنوبية 27-18، الأغوار البحر الميت 38-27، وكذلك العقبة 38-27 وأجواء حارة. المنطقة الجنوبية الشرقية 34-22 والمنطقة الشرقية 37-21 درجة مئوية. يوم الاثنين بداية لارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، لكن يوم الاثنين تبقى درجات الحرارة قريبة من معدلاتها. أجواء تقريبا صيفية عادية في النهار معتدلة في الليل. العظمى في المناطق الشمالية 34 والصغرى 22، المرتفعات الوسطى ما بين 30-32 العظمى والصغرى 22، المرتفعات الجنوبية 28-20 والعقبة 39-28، كذلك الأغوار والبحر الميت بحدود 39-28 درجة مئوية. البادية الجنوبية الشرقية حارة نسبيا 35-22 والبادية الشرقية حارة 39-23 درجة مئوية. يوم الثلاثاء ارتفاع آخر على درجات الحرارة وبداية تقريبا لموجة حارة سيبدأ تأثيرها على المملكة اعتبارا يوم الثلاثاء، وهذا هو النصف الثاني من الأسبوع، ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة. الحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 36 والصغرى 25، المرتفعات الوسطى حارة نسبيا ما بين 32-34 العظمى والصغرى 24، الأغوار والبحر الميت 40-41 والعظمى والصغرى 30، في البادي المرتفعات الجنوبية ما بين 30-32 العظمى والصغرى 22، العقبة 41-30 أجواء حارة، والبادية الجنوبية الشرقية حارة نسبيا 36-24 والبادية الشرقية حارة 41-24 درجة مئوية. يوم الأربعاء توالي درجات الحرارة ارتفاعها، وزي ما حكينا في موجة حارة تبدأ تأثيرها على المملكة، وبالتالي بتكون الأجواء حارة في معظم مناطق المملكة، شديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت وكذلك العقبة وأيضا البادية الشرقية. في المناطق الشمالية العظمى المتوقعة 37 والصغرى 23، المرتفعات الوسطى ما بين 33-36 العظمى والصغرى 22، المرتفعات الجنوبية ما بين 32-35 العظمى والصغرى 23، الأغوار والبحر الميت بحدود 42 والصغرى 31، العقبة 43-31، البادية الجنوبية الشرقية حارة 36-25 والبادية الشرقية 39-23 درجة مئوية وأجواء حارة. الخميس أيضا الأجواء حارة في معظم مناطق المملكة، المناطق الشمالية 37-24، المنطقة الوسطى ما بين 33-36 العظمى والصغرى 23، المرتفعات الجنوبية
ما بين 32 إلى 34 العظمى والصغرى 24 الأغوار البحر الميت 42 إلى 31 والعقبة 43 إلى 31 درجة مئوية والبادية الجنوبية الشرقية 35 إلى 26 والبادية الشرقية 38 إلى 22 درجة مئوية. يوم الجمعة ارتفاع واضح على درجات الحرارة، أجواء حارة، درجات الحرارة أعلى من معدلاتها على الأقل ما بين 5 إلى 7 درجات مئوية، المناطق الشمالية 41-30، المرتفعات الوسطى ما بين 37 إلى 39 العظمى والصغرى بحدود 27، الأغوار والبحر الميت بحدود 44-45 العظمى والصغرى بحدود 33 درجة مئوية، والمرتفعات الجنوبية ما بين 35 إلى 37 العظمى والصغرى 26، العقبة 45-46 العظمى والصغرى 34، البادية الجنوبية الشرقية 37-27 والبادية الشرقية ما بين 40 إلى 44 العظمى والصغرى 23. إذن أجواء اعتبارا يوم الثلاثاء ارتفاع واضح على درجات الحرارة وبداية لتأثر المملكة بموجة حارة. مشاهدينا نتمنى للجميع السلامة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. مختبرات ميدلابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.